السلام عليكم متشبع الكرام. كما قرأت في العنوان، إعلامي شهير فرنسي وإيطالي، يعني أصل ديالو إيطالي فرنسي، معروف بالقصف ديال الجبهات وما كيحشمش كما كنقولوا بالخرجات ديالو. انتقد بقوة صفقة الانتقال الحكيمي لباريس سان جيرمان وقال هضرة لكبير ديال بصح. قبل هذا نقول لكم بعدا بأن الحدادي اللاعب المغربي اللي كيلعب سيفيا باغيه فريق ديال ريال بيتيز. حسب موقع الجول ديجيتال، بدات المفاوضات بين سيفيا وريال بيتيز بشان المغربي اللي كطراه القيمه ديالو وباغين يبيعوا اشبيليا ما بين 8 الى 10 مليار سنتيم مغربيه. ودابا نقول لكم شنو قال الاعلامي الفرنسي على الصفقه ديال الانتقال الحكيمي. لم يستطيع الاعلامي الفرنسي والايطالي دانييل ريولو الصفقه التي ستنقل نجم الاسود اشرف حكيمي من انتر ميلانو الى باريس سان جيرمان، حيث قام في تعليق له على المحطه الفرنسيه ار ام سي بانتقاد الصفقه. واعتبر الإعلامي المذكور أن القيمة المالية للصفقة التي سينتقل بموجبها حكيمي للنادي العاصمة الفرنسية كبيرة جدا، وهي 70 مليار سنتيم. وتابع، في رأيي أن المبلغ الذي رصد للتعاقد مع حكيمي كبير في ظل الظروف التي نعيشها حاليا بسبب أزمة كورونا. لم تعد المراقبة موجودة وباتوا يفعلون ما يريدون. أوضح دانييل ريولو أن إدارة باريس سان جيرمان تصرف مبالغ كبيرة حول الصفقات ورواتب اللاعبين، مؤكدا أن اللاعب المالي النظيف لم يعد موجودا البتة. وتأكد بأن نجم الأسود سينتقل لباريس سان جيرمان وسيجتاز الفحص الطبي هذا الأسبوع قبل التوقيع بشكل رسمي على العقد المرتبط بالنادي الفرنسي حتى عام 2026، يعني عقد الخمسة سنوات، مبلغ يقدر ب 70 مليون يورو وراتب سنوي 8 مليار سنتيم زائد مليارين كمكافآت، يعني مبلغ كبير. لكن الأفضل ظهر في العالم ويسهل المال باش تباع والقيمة السوقية معقولة، بحيث أنه أفضل من جميع اللاعبين اللي كيلعبوا في مركز ديالو، هادشي عادي. لكن صراحة الهضرة اللي قال واحد نوعا ما معقولة، بحيث كما عارفين بلان اللي طرى اللاعب الهولندي فينالدوم كان غادي لبارسا، شوية قلب البوصلة ديالو لباريس سان جيرمان حيث تعطاوه المال أكثر من الفريق برشلونة، يعني الفريق ديال بي إس جي قيادة الملياردير ناصر خليفي كما كنقولوا كيلعب على المال. وهادشي اللي كنشوفوه حاليا مع نيمار، العقد السنوي اللي كيتقادى راه كبير ديال بصح، والفلوس كما كنقولوا كتسير عندهم في عالم كرة القدم خصوصا في أوروبا وعند فرق الكبيرة. شبه لكم الهضرة ديال ريولو واش معقولة أو لا؟ كان معكم أخذ الكمروان في النقل الأخبار، ما عليكم لا تشاركوا في القناة وتهلاو.